المستخبي، كل حلقة بموضوع جديد وأربع وجهات نظر مختلفة. مش شرط وجهة النظر اللي هتدافع عنها تبقى وجهة نظرك الحقيقية، بس رأيك الحقيقي بنعرفه في آخر الحلقة. حلقة مختلفة النهاردة، جنريشن مختلف، كل حد بيحط الانبوت بتاعه. كنت فاكر قبل ما احنا نبتدي واحنا بنتكلم ان في كلاسيك بوينت اوف فيو هيبقى في جنريشن معينه، بس اكتشفت ان لا اكتشفت ان الموضوع مختلف تماما، ان احنا اساسا في جنريشن جديده رايها الكلاسيك، وجنريشن تانية مختلفه رايها في حته تانية مودرن اكتر. والموضوع بصراحه مش شائك بس اتبسطت وانا بسمع الكلام اللي عشان نبتدي نخش age for relationship. تعالوا جاهزين يلا بينا كده نسحب، كل واحد يسحب كورد ونشوف الموضوع ماشي ازاي. اوكي يلا بينا. فرق العمر الكبير هيخلي المجتمع يحكم على العلاقة ويأثر على سعادة وراحة الطرفين. يعني أنا هرد من واقع تجربتي أنا الشخصية. أنا مريت بتجربتين في حياتي، حد أكبر مني وحد أصغر مني. الموضوع أن يبقى الراجل أكبر من الست شوية المجتمع هنا عندنا بيقبله، انما ان الست تبقى هي اكبر من الراجل هي يعني بشكل عام ما بيبقاش مقبول عندنا كمجتمع شرقي، مش في مصر بس، بالعكس في كل المجتمع العربي. انا شخصيا ما اكلم انا على شخصي، انا ما قابلتنيش حاجه يعني شخصيه خدتها على اعبائي الداخليه او خدتها على محمل ان ده هيأثر على علاقتي. اكيد الواحد كان بيسمع كلام، يعني ممكن لو في حاله من ناحيه اهلي كانت الفكره طيب ما زالوا عشان الكلاسيكيات بتاعه المجتمع بتاعنا، طب فرق السن، طب اصغر، طب مخ الست بيبقى اكبر من مخ الراجل شويه، فكان في جزء عباره عن نصح، ما كانش فيه فرضيه اللي هو لا، بس كنت ممكن اكون شايفاها في عينين الاهل، في عينين الاصدقاء كان عندهم تساؤل. الحقيقه بالنسبه ان حد اكبر مني ما كانش فيه تساؤل، بس الحقيقه اكيد بشكل او باخر ان راي المجتمع ما زال له تاثير. بس انا اعتقد ان برضو الشخصيه نفسها قد ايه هي بتبقى ماتيور، يعني بتحاول ان الراي ده ما يتغلغلش جواها او ما يعني ما يوصلش للروتس بتاعت العلاقه او ما يوصلش لاساس العلاقه. ممكن ينجح وممكن يفشل، بس ما زلت اعتقد، بس از بيرسونالي او شخصيا انا ما باخدش قوي مع احترامي يعني للمجتمع اللي انا عايشه فيه، ما بعتبروش هيأثر على علاقتي. قد يأثر في يوم من الايام على الطرف الاخر جايز الحقيقه، بس ده محتاج ماتيوريتي او نضج من الطرفين، which is الحياه مش سهل. بس طبعا ما زلت بقول ان راي المجتمع بيأثر، بس انا شخصيا يعني كان عندي الدوافع النفسيه اللي قوتني في ان انا اقدر اكمل علاقتي يعني. واذا كان فشل اي علاقه ما كانش بيزد على راي المجتمع الحقيقه، كان بيزد على اسلوب حياه او لايف ستايل، ما كانش بيزد على نجاحها او فشلها، على راي المجتمع. يلا يا يلا يا شكلك عايزه تهربي خالص. انا جايه برجليا. انا مكتوب عندي انه فرق السن في العلاقات بيشجع تبادل الحكمه بناء على الخبرات اللي بتزود قيمه العلاقات. انا دايما بحس انه لازم او مش لازم، مفيش حاجه لازم، بس بحس انه الاحسن انه يبقى في الطرفين عندهم خبرة حياتية كفاية يعرفوا يعني يكملوا حياتهم مع بعض، سواء الراجل سواء الست. وده بيجي من خلال الـ يعني تجربة الحياة نفسها يعني. فالواحد كل ما بيعيش شوية كل ما بيكتسب خبرات في الحياة، فبتخليه يعرف يتصرف ويتعامل مع الـ مع الـ مع الـ إيه
مع الحياة عموما ومع علاقاته مع الناس والأشخاص يعني. أنا بحس إنه دي حاجة مهمة إنه أو يعني تبقى حاجة حلوة وصحية إنه يبقى فيه حد already عنده خبرات حياتية، وده بيتمثل في الحد اللي بيبقى يعني مثلا بيبقى سنه مثلا، لو جينا نتكلم مثلا، دايما بحس انه الراجل ممكن يكون هو اكبر من الست. مش لازم، بس بحس انه ده بيبقى حلو وبيساعد شوية. دايما بيقولوا كمان انه البنت بتبقى ماتيور عن الولد لو هم الاتنين في نفس الفئة العمرية يعني. صح. فده بي يعني بحس انه هنا ممكن يتلاقوا بقى في أفكارهم بقى أو فندقهم أو كده يعني. فأنا حاسس إنه ده منطقي جدا يعني وأهالينا برضو كانوا يعني حاسس إن هو كان ده بيحصل. مثلا أنا مثلا بابايا أكبر من أمي بسنين كتيرة يعني، أعتقد يعني إحنا بنتكلم مثلا مش عارف قد إيه، بس يعني بنتكلم في 8-9 سنين مثلا. انا بفتي مش عارف، بس يعني حاسس انه لا كان في فرق يعني حاجه كده يعني. فاعتقد ده كان ده الطبيعي وده السائد. اوكي، احس كده يعني. حلو. هو انا السن هو عباره عن رقم وعمره ما ياثر على نجاح او صحه العلاقه. انا مقتنعه جدا بالبوينت اوف فيو دي لعده اسباب. اول حاجه ان انا بحس ان العلاقه الناجحه الصحيه مش مبنيه على فرق الاعمار، هي مبنيه على احترام، مبنيه على حب، مبنيه على احتواء، مبنيه على common interests، مبنيه على ممكن يكون طموح مشترك، ممكن يكون طريقه تفكير معينه متشابهه. دي كلها الفاكتورز اللي بتنجح علاقه او تخلي علاقه اصلا تطلق عليها علاقه صحيه. لكن فكره الفرق في السن مش حاسه ان هو بيبقى له فاكتور، لان هو بيبقى الاثنين اللي موجودين في العلاقه دول التجارب الحياتيه اللي هم عاشوها بتديهم اكسبيرينس كافيه ان هم يعرفوا يبقوا كومباتبل مع بعض. لو هم لقوا كل الحاجات الاليمنتس اللي انا قلتها، لو هم لقوا لما عرفوا بعض بغض النظر عن فرق السن انه في احترام وفي حب وفي يعني وجهات نظر متشابهه، في لايف ستايل شبه بعض، في حاجات حابين يعملوها زي بعض، عندهم نفس الاحلام، عندهم نفس الطموحات اللي عايزين يوصلوا لها، دي كلها حاجات تخلي اصلا فاكتور ان السن عائق بيتشال تماما، مبقاش موجود خالص بارت من الايكويشن. فعشان كده دايما بحس انه ايج از جاست ا نمبر، ده مقوله فعلا صحيحه جدا. لانه بس صحيحه في الريليشن شيبس، هو ممكن يبقى في كونتكست تاني ما يبقاش جاست نمبر يعني، بس في الريليشن شيبس واي ثينك حتى كمان في الفرندشيبس. يعني انا شخص صحابي كتير جدا اصغر مني وبجت لهم معاهم جدا وبتفاهم معاهم جدا وعندهم ماتوريتي ليفل رهيبه، هي اصلا كومباتبل مع شخصيتي ومع طريقه تفكيري. واعرف ناس يعني مش عايزه بس اتكلم على الرجاله سبيسيفيكلي يعني، بس اعرف ناس اكبر مني في السن او قدي، ويعني طريقه تفكيرهم وطريقه الطريقه اللي عايشين بيها حياتهم يعني فيري اماتيور او صغيرين جدا، اللي هو بالنسبه لي اصلا ما بعرفش اكمل كونفرسيشن معاهم. فيعني حاسه ان ديفينتلي الرقم السن هو عباره عن رقم وعمره ما بيأثر على نجاح وصحة العلاقة. دي point of view 100% correct. حلو. الكارت بتاع بيقول فرق السن في العلاقة هيخلي فيه اختلاف كبير في الطاقة والاهتمامات والأولويات، وده هيأثر على العلاقة بالسلب. مقتنع تماما بكل الكلام اللي اتقال، بس بشوف ان احنا لازم يبقى عندنا common ground علشان نقدر نتكلم فيها. وشايف ان السن مقتنع كمان جدا بكلام ان age is just a number، بس في relation once it comes to relation ان الموضوع محتاج
يبقى احنا قريبين من بعض، ان احنا مفيش ما بيننا جاب كبيرة في دماغنا. في مثلا بنشوف مش شرط عمر ما هيبقى الفرق ما بيننا وما بين مثلا البورتنر بتاعنا زي الفرق ما بيننا وبين العمر في اهالينا، ممكن اه ممكن لا، بس انا بتكلم مثلا ان احنا ممكن بنشوف مع اهالينا دلوقتي في جاب في ان احنا مش عارفين نتواصل مثلا انف. التكنولوجيا الحاجات دي كلها احنا بنتكلم من برسبكتيف واجيال بعدي كمان. يعني مثلا ابسط حاجه احنا بنتكلم على موضوع الكوميونيكيشن، فممكن مثلا جيلي يبقى مال اكتر للتكست، خلاص نقعد نتكست مع بعض، نقدر على مدار اليوم نتشيك مع بعض على تكست او مكالمات. ممكن الجيل اللي قبلي لا محتاج فيس تو فيس كونفرسيشن، ففي نفس الوقت والجيل اللي بعدي ممكن يبقى على سناب شات، ويتشز ان انا حاجه مش بعملها مثلا، ممكن اه ابقى فاهم ابقى وير بيها، بس مش ده اسلوب حياتي، مش ده الاسلوب اللي انا بكومينيكيت بيه كل يوم. فشايف ان احنا لو عندنا اسلوب كوميونيكيشن مختلف هيبقى في جاب في النص مش هنعرف نتواصل. لو عندنا انترست مختلفه هحاول اكمبرومايز شويه، هقول مثلا اه دي هي بتحب انها تحضر الاوبرا مثلا، هروح اجرب احضر معاها الاوبرا، بس انا مش حابب ان احضر اوبرا، ببقى بعملها فور ذا سيك ان انا ببقى شارك الشخص التاني حاجه تانية. بس في نفس الوقت انا مش لاقي نفسي، يعني مش قصدي الاوبرا فيها فرق في السن، بس انا بتكلم في انها عندها انترست مختلفه غير الانترست بتاعتي. ان مثلا يبقى البورتنر بتاع الشخص التاني لو احنا بنتكلم على بنت ممكن يبقى مهتم بالكوره، وده برضو فيه بيبقى فئه عمريه بخلاف ان الكوره كل الناس بتحبها، بس فيها فئه عمريه اكتر مركزه في الكوره، فلا هحاول ان انا اشارك، بس انا مش لاقي نفسي، مش عارف ان انا اوصل معاك لحته. اه ممكن اقرا لي كلمتين على الانترنت عشان اعرف اقول معاك كلمتين، اه ده محمد صلاح ما نزلش النهارده وانا مش فاهم اصلا ده ماتش ايه اساسا، تمام. بس الفكره كلها ان لازم يبقى احنا عندنا كومن انترست. بحس ان الانرجي ليفل ده مهم جدا. ممكن مثلا يبقى في شخص بيبقى عايز يفرق، ودي غصب عننا بتبقى في السن، غير في اكسبشنز طبعا، يعني اوقات ان بيبقى في اكسبشنز زي ما الناس قلت ان مثلا ناس سنها اكبر مني وبيماتش نفس الفايبس بتاعتي، وفي حين الناس اللي قدي مش بيماتشوا نفس الفايبس دي، بس في نفس الوقت غصب عننا العمر بيأثر علينا في ان احنا حاجات. في ناس اكسبشنز بالظبط طبعا طبعا، في ناس طبعا بتبقى عندها اكسبشنز، وفي ناس فعلا اكبر مني بمراحل عندهم فايبس ممكن في سني وازيد مني. بس في نفس الوقت لو احنا بنتكلم ان السن مختلف، مثلا لو انا في سني شفت حد في فرق اصغر مني بكتير، الشخص عايز يروح ويجي ويروح، وانا ممكن مثلا البرايورتيز بتاعتي مختلفه، والبرايورتيز برضو بتتحدد بيزد على الاكسبيرينس وبلس سن. يعني انا طول ما انا ماشي اه طبعا الماتوريتي ده شيء مهم، بس طول ما انا ماشي في نفس الوقت انا بتعلم اكسبيرينسز جديده. برضو هاخد سنة ممكن يبقى كليشيه، بس الأكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، تمام. بس في نفس الوقت لو احنا مش في نفس السن فانت في فرق ما بيني وبينك، مش عارفين نوصل لدماغ بعض، غير برضو نبقى فيه اكسبشن. مين اللي ده اللي انا شايفه بصراحة. وفي نفس الوقت احس ان هو سونر وليتر هيأثر على العلاقة بنيجاتيفلي، يعني مش هنلاقي نفسنا، هنحس ان احنا في ما بيننا جاب. انا بحاول وبسعى بس ما فيش، يعني بنحاول بنعمل بس في حاجة ناقصة. بس كان في حاجة حلوة قلتها عن السوسايتي، ان كده ولا كده احنا متفقين ان السوسايتي بتدي جادجمنت، ودي حاجه احنا جزء من السوسايتي، وي هاف تو اكسبت ات. احنا في مصر الجادجمنت بيبقى سيلنا زياده قوي، يعني حالي في حالك و شويه حالي اللي جنبك. ف الجزء اللي انت قلتيه بتاع ان مش بيفرق لي ان السوسايتي تقول حاجه، بس في نفس الوقت بحس ان هو بيحط بريشر على الكابل، بيحط بريشر على البارتنرز ان هو لا ده حتى ايفن ممكن ابعد مع اصحابي فاسمع تعليقات هاخدها بهزار، بس في الاخر جوايا كده سبكونشسلي هتكون سايبه حته اللي هو ده ممكن يكون عندهم وجهه نظر، ده ممكن يكون عندهم حاجه لا فاليد انا ليه. وهبتدي غصب عني لو انا مش عارف اعمل بالانس ما بين الجمله اللي عندي دي، هبتدي ان انا اسرح كده في خيالي، اه طب لو شفت حد قدي، شفت حد اصغر مني، وابتدي احط صوره هي اصلا ممكن تبقى بعيد تماما عن الواقع، بس غصب عني هبقى في امباكت من الناس اللي حواليا بتتكلم ازاي. فقلت جمله ان ما فرقش معايا او مش فارق معايا الناس بتتكلم في ايه، واصلا الريليشن ما تاثرتش بسبب السوسايتي، علشان you are not letting the society in.
Exactly. It's not a part of this relation. أنا والشخص ده نقطة. خلصنا. بخلاف إن ممكن يبقى الأهل يبقى ليهم رأي. ويبقى كل حد شايف إن هو لأ دي البابل بتاعتي حلو أسمع رأيه وكل حاجة بس. شكرا. It might be my own case يعني مش ممكن تبقى ناس أحسن مني، ممكن ناس تبقى أسوأ مني، أكيد ده جاي من أسلوب الحياة اللي أنا تربيت عليه، فاهم إزاي؟ الخبرات اللي أنا خدتها باي تايم من حياتي، جايز بتكوين حياتي باللي عشته، خلاني أبقى صاحب قراري. مش معنى كده ان انا بلغي اهلي او بلغي المجتمع، بس المجتمع ممكن يدي اراءه في كل حاجه، في شكلك، في لبسك، في طريقه اكلك، في كل حاجه، بس انت بتحاول بشتى الطرق انك انت تعمل تفلتر عشان تعرف تعيش بقى، سواء في شغلك، سواء في مظهرك، سواء في لبسك. وسبيشالي انا بعتبر ان علاقتك بيور بارتنر بقدر الامكان مش مفروض انها تتاثر باراء الاخرين في مشاكلها، في الإيفاليويشن بتاعها بقدر الإمكان. ده مش معناه إن أكيد ممكن تكون سمعت في يوم كلمة أو سمعت التفسير أو استوقفك حاجة، أكيد، بس أنت عايز تكمل في العلاقة دي، فبتحاول أزمعتش عادي كان أنت تسد ودينك، بتسمعها بس بتسد ودينك، بتعديها بمعنى صح يعني. نسمة، أنت في الكورت بتاعك كنت بتقولي ان احنا بنتكلم في ان ممكن الخبرات وممكن ان احنا في نفس الوقت الموضوع مش متوقف على بس على سن، ان هو ده الجاب اللي نقدر نقول لا ده اكبر مني، ده اصغر مني، مش هينفع. فبشوف مثلا في ناس دلوقتي بتبتدي تحط كريتيريا معينه، مثلا لو هاخدها بطريقه تانية، انا مش هينفع مع حد اطول مني مثلا يعني، فخلاص ده اكس حتى لو شخص كويس. مش هينفع ابقى مع حد مش عارف ارفع مني، مش هينفع ابقى حد عامل ازاي مش عارف ايه. فلما تيجي تحطي كده وتشوفي الناس دلوقتي بتعمل ايه، هل هي بياخدوا برايوريتي في ان هم حاطين السن ده شيء انا هحدد منه العلاقه دي رايحه فين اصلا من قبل ما اخشها، ولا هتبقى كريتيريا عامله ازاي؟ يعني انا عايزه افهم السؤال صح. انت قصدك انه ان السن اصلا يبقى محطوط از حاجه من الكريتيريز، اللي هو لو ده هيبقى اكس مش هفكر فيه اصلا، مش هخش الخناقه دي بعد هتبقى اي ثينك انها ما اعرفش. انا حاسه ان موضوع الايج بالذات از ا فيري تريكي ثينج، عشان هو ممكن يحصل ان اتنين يعجبوا ببعض ويحسوا بحاجه لبعض ويحسوا ان هما كومباتبل وما يكونوش اصلا عارفين سن بعض قد ايه، ويكتشفوا بعد كده ان هو في فرق في السن ما بينهم ويلاقوا ان هو اتس نوت ا كرايتيريا اني مور. يعني قصدي ان في ناس طبعا ممكن تحطها على ان هي حاجه نو جو من الاول. انا وانا اصغر كنت بحس انها حاجه مستحيله، وكنت بشوف انها حاجه يعني كنت بقى متربيه بطريقه كلاسيكيه جدا، فده المايند سيت اللي عندي، يعني اللي هو ازاي يعني واحد اصغر منها ده مش اوبشن. لما كبرت ومريت بحاجات كتير قوي في حياتي رايي اتغير العكس بالظبط، بقيت اصلا بحس انه الاصغر ده في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي عندهم اكسبيرينس في الحياه وعندهم نوليدج وبيشتغلوا على نفسهم وعندهم ماتوريتي ليفلز تخليني ابقى انترستد قوي في شخص عنده المنتاليتي دي. مع ان بقى الناس اللي في سني او اكبر شويه عشان اتربوا بالطريقه الكلاسيكيه فهم اصلا عتلوا في حته معينه، ما حصل لهمش سيلف ديفلوبمنت اصلا في حاجات كتيره جدا ان هم يبقوا كومباتبل مع السيلف ديفلوبمنت اللي انا عملته لنفسي، فاهم قصدي؟ فما بقتش اصلا حطاها از يعني ممكن زمان تكون كانت محطوطه ككرايتيريا، لا ده اصغر مني مستحيل، ده كده بره الموضوع تماما يا جماعه، خلاص انسوا ده، مش ما بقاش مطروح اصلا. يعني بتكلم من ماي كيس، يعني ما بقاش مطروح اني مور، لانه انا عند بدور على كريتيريا ثانيه خالص. السن بقى بالنسبه لي ده يعني بقى يعني ليست اوف ماي كونسرن، انا عندي حاجات ثانيه اهم بكتير ده اي وانت تو ميت ان ذا ريليشن شيب قبل ما افكر بقى في فرق السن ده قد ايه. ويعني اي بليف برده انه فرق السن ده يعني بيدفر من حد لحد، ومن يعني انت ممكن يعني مش لازم يبقى اصغر مني بعشرين سنه، يعني مش لازم نبقى فاهم، مش عايزه ادي اكزامبلز طبعا في ايج جاب كبيره يعني اللي اقصده انه مش لازم يبقى ايج جاب كبير، بس فكره ان هو يبقى اصغر
مش حاسه انها ديل بريكر اني مور، از لونج از ان هو كشخص هو مالي دماغي يعني ومقتنع بيه وحاسه ان هو الشخص اللي انا شايفاه كومباتبل مع شخصيتي. اوكي، فانت في الجورني بتاعتك في الحته التشيك ليست الاول كانت كلاسيكال جدا، كان فيها السن. ده كانش اوبشن ان يبقى اصغر، ده ما كانش اوبشن والله كلنا يعني اعتقد دي حاجه اصلا مش مطروحه لان المجتمع عودك على ان دي حاجه مش اوبشن، حاجه اصلا كان لا هي مش بس سايت بريشر، هي المايند سيت بتاعك اتعمل له بروجرامينج من واحنا صغيرين قوي على حاجات معينه ما فيهاش هزار. يعني اتربينا على كده. فتربيت على ان هو لازم الولد يبقى اكبر من البنت، وكان بيتقال لي كمان يعني عدد سنين اللي هو انت لو هتتجوزي لازم يبقى اكبر منك مينيمم 5 سنين. مين اللي حط يا جماعه الايج براكت ده بس عشان ابقى عارفه؟ ما ينفعش يبقى اقل من كده حتى، ولا حتى يبقى قد وادي بقى ده يعني اللي هو بقى موضوع شائك كده اللي هو ايه ده انتوا قد بعض؟ ايه ده انتوا كنتوا نفس الدفعه؟ ايه ده هو اصغر منك بشهرين؟ حاجات كده يعني. في الاكسبيرينس بتاعت شهرين دي فاكر كانت فيري بيرسونال اكسبيرينس، كان في فرق ما بيني وما بين الشخص الثاني هي اكبر مني 4 شهور، فكان الاهل احنا عشان ده المايند سيت وده البروجرامنج فابتدوا يقولوا لها طب انت مش حاسه ان فرق السن ده هياثر عليكم؟ احنا 4 شهور يعني حتى ما فيش رقم في اخر السنه مختلف يعني. ففعلا زي ما انت بتقولي بحس ان هي لا هي ريبروجرامنج او بروجرامنج سوري، واحنا احنا بنانليرن حاجات يعني as we grow، احنا كل شويه في حاجات اتعلمناها مايند سيتس كانت محطوطه لنا بدانا ان احنا يعني بجت ريد اوف لان هي ما بقتش ابليكابل على الزمن اللي احنا فيه ده. عندي سؤال بقى اساله لكم كده، ليه دايما السوسايتي برضو احنا كلنا جزء من السوسايتي اتس مور اكسبتبل ان انا اشوف راجل فرق 15 سنه او اكتر عن بنت، وان مجرد بنت مثلا تبقى اكبر من الولد بحتى ايفن 4-5 سنين لا ما ينفعش؟ عمري ما كان عندي اجابه على السؤال ده فعلا، حاجه بحسها فيري انفير وطلع من حته فيري سكسست زيها زي كل الحاجات اللي بتبقى امبوزد على الستات في المجتمع بتاعنا اللي دلوقتي بتتغير، انه في حاجات كتير قوي اوكي ان الراجل يعملها ومش اوكي ان الست تعملها، وبحس ان ده بيندرج تحت البند ده ان هي تتجوز واحد اصغر منها او ترتبط واحد اصغر منها دي بتتعامل معامله انها عملت شيء مشين، وان الراجل ممكن يتجوز واحده صغيره جدا او يرتبط بواحده صغيره جدا فرق ممكن يبقى up to 20 years difference وعادي جدا فيش اي حاجه وبالعكس يعني بيحيوك اللي هو برافو عليك انت يعني ما ترجعت شباب انت شباب انت يعني. فدي بالنسبه لي حاجه ساعات بيتلام اظن الناس يعني ساعات لما يبقى فرق السن كبير مثلا راجل متجوز مثلا حد اكبر أصغر منه اصغر منه بكتير بيتلام بحس ساعات اللي هو انت صغير قوي وبتاع ومش عارف ايه بتختلف بس بيبقى بينهم برافو يعني تعرف ايه نعمل اللي انت عايزه بيبقى حنين ايوه التيت الموضوع بيبقى مختلف تماما اكزاكتلي يعني اتفق معاك انه بيبقى اصعب كمان بيبقى اصعب جدا وبيبقى جادجمنت باشكال مختلفه بيبقى من الاهل ومن الصحاب ومن الناس في الشغل يعني بيبقى واخد سكيل اكبر بكتير بس اي بليف ان في الريسنت ييرز الموضوع قل الناس المنتاليتيز بتاعتها بقت متفتحه اكتر فبقيت بتتقبل شويه فممكن مثلا يعني اتحطيت في سيتويشن شبيهه ان حد من صحابي انترستد في حد اصغر منها وحكت لنا وكده فكل الاراء كانت برو اللي هو فيري سبورتيف واي نوت وجربي وبدأ مبسوطين و متفاهمين وحاسه ان هو يعني كترى ستات ولا رجاله الاثنين اكتر ميكس كان في ولاد كتير اجرينج بس احنا بنتغير بتهيألي يعني الى حد كبير احنا بقى اتغيرنا ايه سنه بتاع كلامك مثلا جيلي اتغير ان احنا بقينا متقبلين اوبن مايند الموضوع ده فنسميها شوجر مامي وشوجر دادي انا كنت لسه هقول لك المسميات اللي بتتقال ما بحبهمش الحقيقه دول بس هي الموضوع بس قاعد بتدور على شوجر دادي اوكي ده هو عايز شوجر مامي دول بيجرحوا الحقيقه قوي يعني ان انا لما جيت قلت ان هم عندهم يعني كل واحد عنده انترست معين التاني هيفولفل الانترست دي ده بيز على 1 تو 1 جادج
او ام تمام بتريجر بقى اختياراتنا في البارتنرز بتاعتنا بالظبط خلاص. فانا شايف ان الراجل ده مثلا لو انا بتكلم من برسبكتيف بنت صغيره, فالراجل ده بيفولفل الفادر فيجر اللي كان ناقص في حياتي او غاب عن حياتي. اوكي وفي نفس الوقت برضو بالنسبه للراجل, الراجل ممكن بيدور على ام مادر فيجر خلاص. وفي نفس الوقت لما جينا نتكلم فيه احنا بنبرين ستورم لقينا ان الموضوع بس مش شرط متوقف على ايج جاب, يعني ممكن اصلا يبقى الشخص الكاركتر بتاعه بيفل الفويد ده. بمعنى مثلا لو انا الراجل سن كبير ومع مع البنت, فالبنت بتبص له ده بيحتويني, ده بيسال عليا اكلتي شربتي مش عارف ايه, بيروح معايا المشاوير بنخلصها. فانا شايف الاب في الموضوع زي من الناحيه الثانيه شايف الام في الموضوع. فسب كونشسلي الواحد بيريليت للموضوع ده غصبا عنه. فده ممكن يبقى سبب ان هو يبقى اختياره مع بكل بيور انتنشن, بس هو الانر شايلد اللي جواه يأفكت هز جادجمنت اكيد. طبعا عادي جدا ان انا ارتبط بواحدة اكبر مني. ما عنديش مانع خالص. هو الايج بالنسبه لي مش عامل اساسي في ان انا ارتبط, بس انا متاكده ان انا مش ممكن ارتبط بحد اكبر مني في السن. اصغر مني في السن احتمال, يعني ده حسب اللايف ستايل او اسلوب الحياه يعني. مش عارف, بس حاسس انه يعني ما ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. بشوف ان الاهتمامات مش متوقفه على السن, يعني ممكن يبقى في حد في سني واحنا مش بنشير نفس الاهتمامات, ممكن يبقى في حد اكبر مني بس نفس الفايبس ونفس الاهتمامات اللي احنا عايزين نعملها ونفس احنا شايفين الحياه والفيجنز بتاعتنا رايحه ازاي. فشايف ان السن مش ابدا فاكتور في ان يحدد يعني العلاقه دي تبقى ناجحه ولا لا. بقيتش مقتنعه بوجهه النظر دي. كانت عندي وجهه النظر دي زمان بس اتغيرت لاني شفتها في ناس كتير قوي حواليا. الانرجيز ملهاش علاقه بالسن, هي ليها علاقه بالكاركتر وشخصيه البني ادم نفسها والحاجات اللي هو بيحبها في الحياه والانترستس اللي عنده واللايف ستايل اللي هو عايز يعيشه. على رغم التقدم اللي حاصل وعلى رغم التغيير في الفكر العام, الحقيقه لسه شايفه ان ما زلنا عندنا التابوز او الفجوه العمريه بتاثر على ناس كتير جدا في مجتمعنا. فلسه نظره المجتمع مش كله اكتملت ان هم ما يبقاش العمر هو العنصر او العامل في ان هو يحدد ان العلاقه دي ممكن تنجح او تفشل. انا ما اعرفش برضو, اصل نفس الفكره برضو بس هتختلف غالبا في كام سنه, يعني لو فروقات مثلا قليله. انا مش عايز افتي برضو اقول الكلام انا مجربتش. وكانت انترستنج ان انا اسمع كل واحد والبوينت فيو بتاعته, لان ساعات يعني احنا برضو اجانا احنا ديفرنت ايج جروبس وبيبقى الواحد اكسبكتنج من سن معين اراء معينه, فاتفاجئت باراء مختلفه تماما يعني ريليتد بحته اصلا الايج. فا ات واز فيري انترستنج الصراحه. حلو, ايه النظام؟ والله انا حاسس انه الحاجه اللي انا طلعت بيها انه مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط وانه مفيش قاعده للارتباط, خصوصا لو هنتكلم عن السن. لا هي ملهاش مفيهاش صح وغلط, يعني ممكن يبقى فروقات سن موجوده بس علاقه ناجحه وصحيه وسليمه وحلوه وزي الفل. والعكس ممكن تلاقي مفيش اصلا فرق في السن, وبنشوف العلاقات ساعات ما بتبقاش ناجحة وما بتبقاش كويسة. اوكي كملش كمان. الحقيقة أنا بالنسبة لي يعني أنا كان رأيي في موضوع فرق السن يعني مش حاسة إن هو اتغير مع سماع آراء تانية, بس الحقيقة اتفاجئت بأن في جينيريشن طالع جديد ولسه عنده كلاسيكيات مريت بده. انا في حد جنبي عمل كده, وبرضو يحيى قال انا مش عارف, ومش عيب ان انا بقى مش عارف, بالعكس. يعني
كل مرحلة مختلفة عن اللي قبلها، كل ريليشن مختلفة عن الأسبابها والفاكتورز بتاعتها وكل حاجة بتأثر فيها. فطبيعي ان انا ابقى مش عارف غير لما اتحط في السيتويشن نفسها. ممكن ما اتحطتش في السيتويشن فاي كانوت ريليت. ممكن لما اتحط في السيتويشن انا كل يوم البريورتيز بتاعتي تغير، كل يوم فكري بيتغير، فالنهارده انا اكت كده بكره مش اكت كده. فاكتر كانت حاجه حلوه بصراحه ان ازاي كلنا يعني وي كان لينك، وي كان ريليت لكل حاجه اتقالت، وفي نفس الوقت كلنا عشناها باختلاف سننا. Yeah. Which means age is just an number. راحت في الاخر على الكارد بتاعها. بس بالنسبه لي كانت اكسبيرينس لطيفه، ان كنت على طول ممكن اربطها شويه في دماغي بالسن، لازم عشان ده سن معين فانا تفكيري هيبقى كده. بس لا، لما جينا نتكلم دلوقتي لقيت ان دي حاجه في كل الفيزز، في كل الجنريشنز الكونفليكت هيبقى موجود في كل حته، ما فيش حد واعي عن التاني، بالعكس الموضوع اكتر سيتويشن والدنيا تبقى ماشيه ازاي. فانا بصراحه شخصيا انا استفدت.